تعاشرش ما تفتكرش انا الجامدة وقاسية وحشة ما تتعاشرش ما تفتكرش. شكرا شكرا قوي على كل كلمة قالها عني. ايوة من الغلطانة عرفت ناس فعلا ما تستاهل. شغل نفسك ليه بيا ما انا اللي بعت القضية منك مليت مش من شوية. حرام عليك لا واللي فيك جبته فيا بيع قوي للدرجة دي. خلاص يا سيدي حقك عليا مش راجع ليك. طب انا عايز اسمع قديم بقى يعني. قديم قديم انا بحب قوي وردة الجزائرية بعشقها برضه. اغانيك القديمة يعني اغاني انا. طيب زي ايه مثلا؟ كمان كمان على ايه؟ على بموت في دي. كل الناس عايزه تعمل دراما وبيقولها دراما شبه عليك. دراما شبه عليك. فهي دي صراحه عارفه بتوجع كده. هقول لك حاجه، اصل انا يمكن دراماتي اللي قدمتها كلها كانت شويه بتوجع لسبب ان انا ضد فكره القهر. يعني انا ما بحبش الست تبان مقهوره او ان هي تبقى تعيط، ما اعرفش ليه. يعني انا بحس انه عايزاها قويه، عايزاها قويه حتى حتى وهي مجروحه تبقى قويه. فيمكن حتى على ايه قوتها كانت في السنس بتاعها نفسه، لكن في نفس الوقت هي ما كانتش حد. يعني هي بتتساءل، هي بتساله، يعني هي كانت مسج ليه، بتقول له مسج يعني ليه كل ده؟ مش رجع لي انا حبيت من غيرك بقى وانا يعني خلاص وهدخل السرايا المجانين وكلام. يعني ايوه الجزئيه دي مش بحبها قوي في الاغاني الدراما اللي بتغنيها الستات. هي بصي ليها ناسها، بس انا يعني انا ما بحسش ان انا قادره ان انا اوصفها كمان. يعني فاقول على ايه واقول لك كمان كمان يا حبيبي لو باقي ارجع محتاج هواك. يا حبيبي لو باقي في العمر انا عمري معاك. على ايه البعد بينا يكون وازاي تقدر عليه ويقدر عليه قلبك. طب ايه خلاك تودعني وازاي تسمعني كلمة وداع منك. يا حبيبي لو باقي ارجع محتاج هواك. يا حبيبي لو باقي في العمر انا عمري معاك. معقول اخرت ما بينا دموع وداع ملوش رجوع بعد اللي كان بينا. حرام ازاي عايزني اعيش لو يوم ما حبتنيش. حلفتك استنى. يا حبيبي انا قلبي ما قدرش يكون غير ليك. يا حبيبي ايه ذنبي ازاي انا هنت عليك. لازم 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 يعني. عايزه اقول لكم ايه المفضله انا في الجامعه.